لسه مع الأخبار اللي أجرت حوار مع السفير الكندي بالقاهرة واللي ثمن فيه الدور المصري في المنطقة، وقال كمان إن مصر دولة كبيرة وسيظل دورها محوريا بالمنطقة والعالم أجمع، والشركات الهندية مهتمة بالاستثمار في البترول والغاز الطبيعي، وقال كمان إن الشعب المصري محب للآخر، وقال إن أكلتي المفضلة هي الكشري.